يعني هذه الزيارة جاءت عقب نتائج الحرب الإسرائيلية وانتصار المقاومة الفلسطينية، جاءت لشرح تطورات الحرب ونتائجها وتقدير الموقف التونسي الرسمي والشعبي والطلب من أشقاء التونسيين للاستمرار في موقفهم المحتضن للموقف الفلسطيني والداعم. وقدمنا اقتراحا عمليا لجميع المؤسسات والأحزاب والجهات التي التقيناها بضرورة تشكيل صندوق وطني لإعطاء الفرصة لكل أبناء تونس للمساهمة في هذا الصندوق، وتشكيل لجنة وطنية تونسية تنقل هذا المال وتسهم في إنفاقه في جهات الاختصاص والمتضررين في غزة. يعني شهيد الزواري نعم قتل، لكن هو دوره لا زال قائم، هو حي بدوره وبروحه باسمه الذي لا زال يرعبه، وطائرته التي وضع أساسها هي التي تلاحق الصهاينة في خلال هذه الحرب. ولذلك الأخوة التونسيون لهم بصمتهم التي ظهرت من خلال هذه الحرب من خلال طائرة الزواري. وتقديرا لذلك نحن قمنا بزيارة لعائلة الشهيد ولأرملة الشهيد، ومن خلالهم بلا شك هذا تقدير للعائلة التونسية. زيارة وزير المخابرات المصرية إلى قطاع غزة هي تأكيد على الاهتمام المصري بمتابعة القضية الفلسطينية وحرص مصر على المساهمة في دعم الموقف الفلسطيني، وأيضا تثبيت وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه القاهرة مع أطراف أخرى بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الإسرائيلي. وبالمقابل الوزير المصري استقبل بحفاوة كبيرة في غزة، وهذا دليل على حرص الحركة على علاقات كبيرة مع القاهرة انعكاسا للعلاقات التاريخية بين الشعبين. وأيضا نعتقد أن هذه الزيارة سيكون لها ما بعدها في تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين وفي خدمة أهلنا في غزة. وأيضا بلا شك ملف الإعمار كان ملفا أساسيا حاضرا على الطاولة بين الطرفين. يعني هذا التصريح من القائد السنوار هو تأكيد على تمسك حركة حماس بالإفراج وتحرير أسرى الفلسطينيين، وفي ذات السياق نحن نؤكد على رفضنا لأي ربط بين ملف تبادل الأسرى وبين ملف إعادة الإعمار لغزة. كل ملف له سياقاته، إعادة الإعمار مرتبط بنتائج الحرب الإسرائيلية، وصفقة تبادل الأسرى مرتبطة بأثمان تتعلق بالإفراج عن أسرى الذين أعيد اعتقالهم من محرري صفقة وفاء الأحرار، ومرتبطة بالإفراج عن أسرى جدد من المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لذلك نحن نشترط أي صفقة جديدة يجب أن تبدأ بالإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من محرري صفقة شاليد. يعني نحن نحذر من أي ربط بين موضوع صفقة تبادل الأسرى وبين موضوع الإعمار، ونحذر من أي تبطيء أو تأخير. صحيح أننا في حركة حماس لم نشترط أن نكون طرفا في تنفيذ أي عملية إعادة إعمار، وتعهدنا بأن نقدم أي تسهيلات وأن نتجاوب مع أي آليات يطلبها المجتمع الدولي، لكن على قاعدة عملية التسريع وعدم استخدام آلية الإعمار كوسيلة لمعاقبة شعبنا على موقفه في احتضان المقاومة ومواجهة الاحتلال. في جميع الأحوال نحن لدينا خياراتنا ولنا بدائلنا التي تضمن عملية الإعمار، لكن ننصح الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي عدم الرهان على هذه الآليات لمعاقبة شعبنا الفلسطيني، ويكفي ما فعله الاحتلال من جرائم على مرأى من المجتمع الدولي. يجب التكفير عن هذه الجرائم من خلال تمكين شعبنا من إعادة الإعمار، ونثق أن هناك أطراف عربية وإسلامية لن تسمح ولن تقبل أن تكون جزءا من هذه من أي آلية تؤدي إلى تأخير وتبطيء عملية الإعمار. نحن ندعو كل أطرافنا العربية والإسلامية إلى تقديم تعهدات مالية لإعادة الإعمار، وأن تكون هذه التعهدات تقدم إلى غزة مباشرة، بحيث تشكل لجان وطنية من الدول صاحبة التعهدات المالية تشرف على إنفاق هذه الأموال مباشرة وبرعاية هذه الدول لإعادة إعمار غزة. أما خضوع هذه الدول لآلية دولية تستخدم لابتزاز شعبنا وفرض المساومة والابتزاز، هذا أمر غير مقبول. السلطة غابت بكل أسف عن الحرب، ووقفت موقف الحياد وكأنه الحرب كانت في بلد آخر، والآن هي تبحث عن دور في الوقت الضائع. نحن غير معنيين بالتعقيب على موقف السلطة، ما يهمنا هو عودة أهلنا الذين دمرت بيوتهم إلى بيوتهم التي دمرت. ما يهمنا أن نعوض أهلنا الذين دفعوا الثمن مرتين من دماء أبنائهم ومن
بيوتهم وقوتهم. هؤلاء الذين قدموا ما يملكون من دماء عليهم أن يعلموا جيدا أننا سنقف إلى جانبهم ونعوضهم فيما دمر من ممتلكاتهم وبيوتهم. هذا هو موقفنا في حركة حماس. لذلك المشكلة ليست في الآلية، المشكلة أن تضمن هذه الآلية بكل شفافية سرعة إعادة الإعمار في غزة. نحن نرحب بدور كل الأطراف العربية الإسلامية للمساهمة في الإعمار في غزة، إعادة إعمار غزة، وبلا شك الدور المصري مرحب به في هذا المجال، ونعتقد أن مصر تمتلك من الخبرة والكفاءة للمساهمة في دور نشط في هذا الموضوع. هناك دعوة وجهت لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ بن معين هنية من القاهرة لزيارتها مع وفد قيادي من الحركة. هذه الدعوة قائمة ونحن بانتظار الترتيبات المعيد للبدء بهذه الزيارة. وأريد أن أشير إلى أن هناك جولة في عدد من الدول العربية الإسلامية جاري ترتيبها للأستاذ إسماعيل هنية ووفد قيادة حركة حماس. يعني الملفات الأساسية في زيارة القاهرة تتعلق بالعلاقات الثنائية وملف إعمار غزة، هذه أهم الملفات الساخنة التي بلا شك نحن بحاجة إلى متابعتها. هناك اتفاق وقف إطلاق نار متبادل بيننا وبين الاحتلال من خلال وساطة المصرية. صمود هذا الاتفاق مرهون بالسلوك الإسرائيلي، طالما الاحتلال ملتزم طبيعي أن يستمر هذا الاتفاق، لكن إذا الاحتلال لم يلتزم من الطبيعي أن نذهب لمواجهة هذا الاحتلال. لذلك نحن لدينا كل الخيارات وسلاحنا بيدنا، ونراقب سلوك الإسرائيلي وسنحدد موقفنا وقرارنا في ضوء سلوك الإسرائيلي. اتفاق ليس هدنة، نحن نتحدث عن وقف إطلاق نار للاشتباك الذي وقع بين الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية، ونحن نثق أن هذا المقاومة ستستمر في مواجهة الاحتلال. طالما هناك احتلال، طالما هناك عدوان، طالما هناك جرائم، من الطبيعي أن نستمر في المواجهة. الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقات، عمليا يوميا هناك اجتياحات واقتحامات في مدن الضفة وتهديد لأهلنا في أحياء القدس بالتهجير، لا زال هذا قائم. وبالتالي وقف إطلاق النار هو مرتبط بعملية معينة جرت وحرب معينة، لكن المواجهة والاشتباك هو أمر قائم، والمعركة ستعود في ظل التهديدات والجرائم الإسرائيلية المستمرة. يعني هي هشة بفعل جرائم الاحتلال، بفعل طبيعة الاحتلال الدموية والإجرامية. نحن نقول أننا جاهزون للتعاطي مع كل الخيارات. إذا الاحتلال أراد استمرار هذه التهدئة نحن ملتزمون، إن لم يرد نحن جاهزون للمواجهة. قرار حركة حماس يؤخذ من خلال مؤسساتها الرسمية والشورية وما يعلن قيادات الحركة وانعكاس لقرارات رسمية، وأي قرار يصدر على الحركة نعلن بشكل رسمي، وطبيعي أن يكون هناك بعض المزاجات التي توافق أو تعترض، هذا شيء طبيعي، لكن نحن في الحركة ملتزمون بما يصدر عن مؤسساتنا الشورية. نحن حريصون على علاقات مع كل أطرافنا العربية والإسلامية، ولا نصنع أي علاقة مع أي طرف ضد طرف آخر. كل من يريد أن يقترب منا نرحب بذلك، وفي مقدمة ذلك إيران التي تقدم الكثير من أجل المقاومة، وقدمت الكثير من أجل المقاومة، طبيعي أن نقدر هذا الموقف على قاعدة خدمة القضية الفلسطينية.